يا مرحبا بكم ومرحبا بطريق طيجابتكم. اليوم غادي تسمعوا حيطة سردية عند السيد عبدالله. انا شبلاني بيك تبليتيني يا سريدي ودبيجي دبيجي لكم ويدا يجيب الله دبيجي الحبيب يجيب الله اخلي يا خليل حولي غالي ويوا الحولي والحولي الحولي فين فلوسو الحولي والحولي والحولي فين فلوسو جيراني كاع مشاو سوق الحولي وشراو الصويخة غادا جاية خويتكم باقا ما شريا قلبي مفقوس مغدد باغر شوي ونكدد الحولي في فلوسو واشار تشرى تسريدي هزت فلوسو كريدي الحولي في فلوسو شارتي بعد فراش الدار شرت جوج حوال كبار الحولي في فلوسو جيب الحولي جيب النعاش لا معيت فمي عواج الحولي في فلوسو عاري عليك يا ابو عبيد ناكل هم العيد العيد شوط الراس في ابو مزوي باغا نكدد ونشوي امي بتيراني مديومة وباغا نكدد العظومة في ابو تفتام وباغا ناكل بولفام كرشي بالجوع مطوية باغا كبيدة مشوية ميمتي عقلي راه تلف باغا نفور على الكتف نطلب ربي ترجع غير حولي ولا نعجا ولدي يبكي بعيونو وباغي سرطي بقرونو شريت شوية وطفان الحولي باقي ما بان ميمتي شريت العطرية تحافينا مولاي مولاي بغات حيا وتكون زينا مولاي مولاي يا وشكاي عليك مولاي مولاي وسيدي بالعباس العديس طلع لينا في الراس ايوه الله يجيب سي حولي اسمي نقولوا امين تبارك الله على السيد عبدو خلاص